السلام عليكم حجية. وعليكم السلام. اليوم بالشاكر زارينس. أهلا ومرحبا بكل الهيئة. ممكن تشرح لنا عن وضعك؟ أنت شوف بعد أنت الحالة، إحنا ما عندنا عمر أو إحنا في العشاء. أنت شوف الحالة، أنت أبونا معور وراتب لا يستحملنا صاحبين بنات. زين. جد يعني شو بيه هو عوق عند الله؟ معوق بالحرق. نعم. زين. يستلم تقاعد شيء؟ هو صدر تستلم تقاعد. كل إيش قد يستلم؟ كل شهر هو يستلم، هسه كان ماسك الشهر. نعم. زين. البيت اللي ساكنين فيه شنو حجيه؟ بيت. انت تقولين ما عندنا مقبره بس هاي اللي فوقنا قصدك؟ اي والله. طباخ ما تشبيه حجيه؟ معي لا يقوم لا من زمان. نعم. حالته تعبانه. نعم. هاي الثلاجه والله حتى على امس احنا بلا شكل. عندك احد بالمدرسه شي هديه؟ اي عندي بنتي بس متخرجه. نعم. تحبين شي تقولين للاخوان هديه يسمعونك؟ اي والله اهل الكرم لا يقصرون احنا. هديه من ضمن برامجنا عندنا بطاقه فداء والساعه 50,000 تحاضرون شي اخوان وان شاء الله الناس لخاطرك. ان شاء الله.